السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعت لكم بجديد مسابة. هذا الفيديو راح نحكي ايش فيه عن الايتم شوف اليوم. خليكم مع الفيديو. 200 في باكس هي. بعدين زاني هاي رقصة جديدة. وانا ان شاء الله راح اشتريها. والله حلة. طيب. عندنا هون هارفستينج تول. عندنا كاتينج ايدج. عندنا اوتفيت دومينيتر اللي هي انزولا. عندنا ساج سيرجنت اوتفيت 1200. وعندنا بيتونا او بيتوينا هاي هيك ما بعرف كيف اسمها ب 500. هلا نبلش الاشياء الجديده. عندنا اول سكين جديد توكسيك تروبر. كتير حلو. انا عجبني كتير توكسيك تروبر. كمان في عنا جلايدر ميلت داون. عنا اوتوكليف 800 في باكس. هارفستينج تول. كل شيء هون نقول الا البنت. انا ما عجبتنيش هاي هازارد ايجنت. ما عجبتني بس كثير حلو شكلها. كمان بتضلها بالستور. يعني عندنا هون توكسيك تروبر، هازارد ايجنت، ميل داون، اوتو كليف. هذا كان ايتم شوب اليوم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك. اذا ما عجبكم ديسلايك. شكرا لكم.